هقول لك انا القصه، لان الزمالك عمره ما وصل للمستوى ده. لا اله الا الله. ايوه انت عمرك رحت كاس عالم انديه؟ اول فرقه المفروض في مصر احنا والبطوله اتلغت. ما انت ازاي تقيم فرقه وهي ما وصلتش للمستوى ده؟ ما هو السؤال بتسال على سؤال. خلي بالك يا كابتن، انا برد على سؤال. انا النادي الاهلي بيلعب اول مباراه رسميه. خلي بالك السؤال ده الشائع دلوقتي في كل السوشيال ميديا. لو كان الزمالك بيلعب بايرن ميونخ، لو كان الزمالك بيلعب بايرن ميونخ. حلو قوي. مع ان انا ضد السؤال ده لان الزمالك ما راحش. مش تمام. بس اللي لازم الناس تعرفه ان الزمالك اصلا يعني معلش لما تيجي تبص الاهلي راح كتير جدا وخدنا مركز ثالث. كتير ازاي؟ انا كنت موجود في 2012 و2013 رقم طول ده عشان اعرف بس. مش فاكر. لا بص انا بفكرك. لا ده احنا بنتكلم في تواريخ. دي المشاركه السادسه وسط النادي الاهلي. بص وانا سافرت في اليابان مشير. انا سافرت اليابان وسافرت المغرب كاس العالم للانديه الاثنين. خلاص الفرق اللي بتلعب دي والمستويات دي مختلفة خالص صدقني والله. اكيد انت عارف الكلام ده. النتيجة كانت نادي الزمالك لو راح ما نخرج بقى من المنطقة دي. شريف خرجني. لما يبقى يروح نبقى نقول يعني ما تديني نتيجة. بص بخرج برضه تديني نتيجة عادي لما يبقى يوصل. ايوه ماشي خلاص وصل ولاعب بايرن ميونخ ده مش هيعمل نتيجة طبعا. هشيل سكور طبعا اللي هو كام؟ 2 زي الاهلي 4 5 6 كمان. انت كده يعني وجهة نظر. لا والله انت قلت يكسب ده بجد والله. طيب ماشي تمام.